من المؤمنين رجال، هكذا نعرف المشروع المقاوم بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني ألزموا أنفسهم بما عاهدوا الله عز وجل عليه. بماذا عاهدوا الله عليه؟ العهد مع الله هو بمثابة النذر الذي يجب أن تفي به. إذا عاهدت الله على شيء هو نذر في رقبتك، يجب الوفاء. صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. فمنهم من قضى نحبه، قدر لفئة منهم أن يدخلوا المشروع المقاوم وأن ينخرطوا في عداد المجاهدين وأن يقاتلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والقيادة الإسلامية من بعده، وقدر لهم أن يموتوا في أول لقاء أو في ثاني معركة أو في ثالث جولة. فمنهم من قضى نحبه، قدر له الشهادة، هذا شرفه عال وهذا ممدوح وهذا هو غاية ما يريده المجاهد. فمنهم من قضى نحبه، وهذه نزلت في أنس ابن النضر الذي قضى نحبه. لكن يريد البخاري رحمه الله من التصدير في هذه الآية فمنهم من قضى نحبه أن يقول لك أن هناك شريحة من المجاهدين لم يقدر لهم أن يروا إنجازهم العسكري، ولم يقدر لهم أن يبقوا أحياء إلى آخر المعارك أو إلى آخر الطريق، لم يقدر لهم أن يروا ثمرة إعدادهم وثمرة تدريبهم وثمرة جهادهم. لقوا الله شهداء والمعركة ما زالت مستمرة، لقوا الله شهداء وما زال المشروع الجهادي في بدايته، لقوا الله شهداء وما زال الصراع بين الحق والباطل أمامه جولات تلو الجولات. لكن قدر لهم أن يكونوا من جماعة فمنهم من قضى نحبه. أنس بن النضر، مصعب بن عمير، سمية، عمرو بن الجموح، سعد بن الربيع، حمزة، مصعب بن عمير، مجموعة من الشهداء لقوا الله عز وجل شهداء، ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة فاتحا. قدر لهم أن يلقوا الله شهداء، ولم يشاهدوا انتصارات خالد، ولم يروا فتوحات عمر، ولم يروا إنجازات أبي بكر يوم اليمامة ويوم قتال الزكاة وقتال المرتدين، لم يروا ربعي بن عامر وهو يدوس بقدميه وبنعله وبدابته بساط ملك الفرس يمزق البساط بسيفه. ماتوا شهداء في بداية الطريق، ولم يروا صلاح الدين وهو يدخل بيت المقدس فاتحاً محرراً. هؤلاء لقوا الله عز وجل شهداء، فمنهم من قضى نحبه. لكن كان المهم في حياتهم ألا يروا نهاية الطريق، المهم أن يموتوا على الطريق وأن يموتوا على المشروع وأن يموتوا تحت راية. فمنهم من قضى نحبه أن يكونوا من جماعة صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. يكفيهم فخراً أن الله عز وجل أنزل في أمثالهم قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. هذا الذي نريده اليوم من المجاهدين، لا يلتفتوا إلى إنجاز إعدادهم، يلتفتوا إلى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يلتفتوا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى بذل. فإن قدر لك أن تكون من جماعة فمنهم من قضى نحبه فبها ونعمة، وإن لم يقدر لك أن تكون أو تلقى الله شهداء أو تكون في عداد الشهداء، انظروا إلى الصنف الثاني، فمنهم من قضى نحبه أولاً ومنهم من ينتظر.